أصبحكم الله بالخير. وصلنا مطار الخاص في نيويورك ورحلتنا الثانية إلى واشنطن إن شاء الله. شوفوا هذه الطيارات وهذه الصالة، ما يحتاج تيجي قلة الانتظار. الصالة صغيرة، اللوبي اللاونج زي الفي آي بي اللي في صالات المطارات الثانية، لكن صغير جدا. كل طاقم طائرة يجي يسوي تشيكن لركابه. أمس يسألون يقول كم التيل نمبر؟ طبعا أنا متعود على البوردينج ومتعود على الحجوزات العادية، وأعطيهم الحجز وأعطيهم اسمي. قال يا حبيبي عطنا رقم طيارتك، رقم الموديل، موديل الطيارة بتسافر عليه. فهنا إذا جيت بتسوي تشيكن عشان تطلع البورد ما تعطيهم لا الاسم ولا أي شيء، لأن أصلا أنت عددكم 5 أو 6 أشخاص معروفين الأسماء. فيقول لك أي طيارة، أي طراز. واضح أني دخيل على الموضوع ذا. الله يسعدكم إن شاء الله. الآن جالسين هنا مع سامي، مساك الله بالخير. طيبين، لوبي جميل جدا، شوي طعمكم طالبين. وعلى واشنطن دي سي. هذا الباص اللي أخذنا كان ديوانية، جلسة وشغل. هذا الرقم اللي يسألوني عنه، رقم الطراز. هذا كل الطيران الخاص، طبعا كل الصالات هذه صالات التزام زي التزام السيارة. أقلعت الطائرة، أقلع خفيف سهل جدا. هذه مدينة نيويورك والمطار يبعد عنها 20 دقيقة. هذا زي البار صغير حق أكل شرب عصيرات هنا في الثلاجة. هنا الكابتن والمساعد. الطيارة تأخذ 6 أشخاص، وهذا مكان إضافي حين يحطون فيه العفش. تجربة ممتعة ومميزة، وسعنا التذكرة هذه من نيويورك إلى واشنطن. الطيارة من الداخل مرة يعني فخمة جدا. ورا عزيز هذا ممشع، شغل قدامي قام وراح يتقهوى في الكافي في البار. هذا جميل جدا، شوف هنا المقاعد. طبعا سعر الرحلة هذه من نيويورك إلى واشنطن أخذتها تمرك $175. تخيل $175 من واشنطن إلى نيويورك، سعر جميل جدا. صح إنه بعض الأسعار اللي تستحقها تحصل $2,000 $3,000، لكن انت اشتركت في الهوية يصير السعر عندك $100 تلقاها $150. فاختر اوقات خارجك، اروح للميني بار اخذ الذي نبي. هذا سلم طائرة الباب، هذا مقعدي، هذا الميني بار هنا. شوف يا حبيبي هذا بس لحظات نهبط مطار واشنطن الدولي. هذه الطاولة بيني وبين صديقي الهندي، لطيف جدا. طبعا الكتاب هذا كتاب جميل اسمه Tell Me About Yourself، يعني حدثني عن نفسك. هو شيء فيه من تطوير الذات وفيه بالأمانة أنه أحيانا الإنسان يكتشف عنده قدرات داخلية، اللي يمنع من اكتشافه هو الإحباط الداخلي. هذه اللي كانت هنا راحت دورة المياه في الأخير هناك. دورة المياه يعني صراحة جميلة جدا، واخذها تقريبا مقعدين. وصلنا هبوط ونطلع، التحليق كان جدا جميل.
لسببين، الطيارة هذه فخمة مرة ثابتة، الشيء الثاني إنه الجو صافي ما في سحاب زي الرحلة السابقة. الحمد لله وصلنا قسم الطيران الخاص في مطار واشنطن الدولي دلس، وهذه الطيارات والباص يجي ياخذك. الطيارة اللي جينا عليها اليوم اسمها جيت افييشن، تابعة لشركات كثيرة، وهذه هي افضل من الطيران اللي امس. الطيران اللي امس كان مش حالك. هذا اللابي صراحة جدا رهيب وجميل، لا الصالة اللي اقلعنا منها ولا الصالة هذه، فانا اعتقد انها تعتمد على نوعية الطيران اللي انت تسافر عليه، ولا في حتى الباصات اللي تاخذنا. مرة رهيب والخدمات يقدمون، ومع ذلك سعر الرحلة تقريبا 180 او 170 دولار. الطيران الخاص اللي صورته اليوم هو بعضوية تقدر تشترك فيه، والطيران هذا متوفر في جميع دول العالم، واللي انا طرت عليها اليوم جيت سمارتر، موجودة في السعودية من الرياض الكويت، من الرياض جدة، الرياض دبي، الرياض اسطنبول، القاهرة والى اخره. طريقتك التالي انك تشترك في عضوية الطيران الخاص، اسعارها دائم 5000 10000 8000، تختلف من سعر لسعر. الان عندهم عرضين، عرض للفرد الواحد ب 4900 دولار مدة سنة، بس انك ما تطير بلاش، لا يعطيك اكسس، يعني يعطيك يعني انك تقدر تدخل وتحجز الرحلات باسعار مختلفة. احيانا تلقى سعر خاص، احيانا تلقى سعر 200 دولار، احيانا تلقى ب 3000 دولار 4000 دولار، كأنك أنت جالس تحجز الطيران العادي. الطيران العادي أحيانا تلقى لك سعر تذكرة رخيص، وأحيانا تلقى سعر تذكرة غالي. فكذلك الطيران الخاص، مثل أنا رحلة بوسطن نيويورك، نيويورك واشنطن، ما كلفتني 350 دولار تقريبا، وأنا طيارة خاصة. ليش؟ من كان عندي أنا عضوية. العضوية الثانية العائلة 9000 دولار، يكون معك 4 أشخاص، مو بشرط يكون العائلة، ممكن أنت وأخوياك تشتركون في العضوية وتسافرون، يعطونكم رمز تدخل التطبيق وتتصفح الرحلات. احيانا تقدر تسافر من باريس الى لندن ب 600 دولار 500 دولار، احيانا ب 2000 دولار على حسب. فهي تصلح انك اذا انت اشتركت فيها وصار عندك عضويه في الطيران الخاص، في الوقت اللي تبي تسافري ما انت مقيد بوقت، ابحث عن الرحلات. مثلا والله انت بتروح مثلا من الرياض لاسطنبول، بس اي وقت استعرض، واذا لقيت لك مثلا تاريخ معين السعر فيه 200 دولار او 300 دولار احجزها. كذلك اذا انت بتسافر مثلا من ايطاليا الى لندن، أسعار كثيرة، كذلك هنا في أمريكا، فهو شيء جميل وممتاز. إن شاء الله عندنا رحلتين ثانية بنغطيها لكم، بس الآن خلونا نشرح لكم التطبيق وشو مزاج. شوف هذا هو التطبيق، لما تروح هنا يقول لك ثواب الاسم، هنا تصبح عضو، اضغط هنا انضم إلينا. هنا عندك 4950 سعر العضوية للشخص الواحد، تقريبا 18-17 ألف ريال سعودي، لكن اللي ب 9950 هذه 4 أفراد، عائلة، أصدقاء، أخوان، تتقاطون فيها واشتركون عضوية تقدرون تسافرون. لكن تيجي عند الرحلات، شوف أنا عد الرحلات أخذتها 4، قيمتها الحقيقية ب 21 ألف، لكن أنا اخترتها في مواسم معينة وأوقات معينة كانت على أسعار رخيصة. فعليا 4 رحلات أخذتها ب 1100 دولار على طيران خاص، فشيء جميل. لما تروح هنا مثلا، خلنا نستعرض معكم جدول الرحلات. شوف من بوسطن لنيويورك، شوف الأسعار غالية بس في هنا سعر 450، فأنت تختار السعر اللي يناسبك. لو تجي هنا مثلا من لندن الى ميلان، شوف من لندن الى ميلان اسعار غاليه، لكن هنا في سعر رخيص ب 800 دولار، فتحجزها. للاسف ان اسعارها في جده والرياض مبالغ فيها، يعني ب 10000 دولار، 15000 دولار كذا. انا نصيحتي لكم انه 4-3 يتقطن في العضويه، ما تطلع لك الواحد 2000 دولار تقريبا 7000-8000 ريال سعودي مده سنه، ويعطونك يوزر وانت تبدا تستعرض الرحلات. ممكن تلقى لك رحله ب 300 دولار، رحله ب 400 دولار، مو بشرط تطلع الرحلات الغاليه. فلنفترض انك خلال السنة كاملة طلعت لك مثلا باربع رحلات على طيران خاص وانت دافع عضوية 8000 ريال، انا اعتقد انها تسوى، لانه متعة وشيء جميل وفخم وما حد يكشخ على حد.